حد الشتيمة، حد الانتقاص من وضعك، حد التواصل بالشارع، متى تقدر تطلع بالشارع أنت، ممكن يعني صار بعض اللاعبين بأثناء الدوري بغت الناس تنتقص منه والسبة والشتم عليه. كثير من لاعبين المنتخب يقدم مستوى بنادية شوف لأسن يقولوا ليش معنى بالمنتخب. موالي مرات أقارن هذه الضغوط كابتن عامر بضغوطكم السابقة ومحاربة النظام والتعامل الهمجي مع لاعبين المنتخب، وتتذكر التفاصيل الرضوانية والزيان والسجن والحبس يعني شنو الأكثر، منو الأكثر بالضغوط اليوم؟ لاعبنا يعيش بضغوطات لو بزمنكم. لا كابتن ما تقارن، ما تقارن أبدا. يعني شوف فقط الآن مجرد السوشيال ميديا، يعني أنت تقفل تليفونك تبتعد عن الفيسبوك ما راح تعرف شيء، بس إحنا بالنسبة لنا كانت لاكو تليفون ولا شيء، العقوبة تنتظرك والرسائل توصل لايف ما شاء الله، يجيك المسؤول ويعطيك الرسائل المبطنة ويعطيك التهديد. وتعرف احنا يعني يذكر كابتن كريم شوية الجيل اللي قبلنا هم شوية يمكن لحقوا يلعبون مباريات ويطلعون بالخارج، احنا جيل التسعينات شنو شفنا؟ يعني عندنا ما شاء الله عندنا لاعبين، اذا تقراها القائمة المنتخبات في هذيك الفترة لاعبين على مستوى عالي 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 جدا، ولكن قلة البطولات ضغوطات كبيرة. ما تعرفت لي اللاعب ايضا عقود تختلف، الاجواء تختلف، كل الامور بالنسبه له تختلف، كثره البطولات يمكن يقدر في فتره بعدها يربط بطوله ثانيه، احنا كنا نلعب بطوله ننتظر يمكن سنتين يلا تجينا البطوله اللي بعدها، فوين نتعوض؟ يبقى الناس تنتظر وتتذكر لك الفتره اللي انت ما كنت فيها زين.